الحمد لله رب العالمين الهادي من يشاء من عباده إلى صراطه المستقيم. نحمده سبحانه وتعالى وبه نستعين ونستهديه جل وعلا ونستغفره وهو الغفور الرحيم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الرحمة المهداة والنعمة المسداة، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. وتذكرات هذه خطبة موحدة توصلنا بها من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حول مكانة المرأة في الإسلام. أيها المؤمنون، كلما جاء الكلام عن وضع المرأة في المجتمع وتقييم دورها، ولا سيما من خلال درجة مساهمتها في العمل التنموي، كلما كان حريا بنا أن نتوقف ولو بعجالة على مكانة المرأة في الإسلام، وأن نستحضر ما أكرم الله به الأمة المحمدية من قيم سامية تجعلها قوية التماسك، متينة البنيان، عزيزة الجانب، منتظمة السلوك والتعامل في الأقوال والأفعال، حيث ساوت بين جميع أفرادها ذكورا وإناثا في الحقوق والواجبات. قال عز بقائل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نعم، لقد احتفى الإسلام أيام احتفاء بالمرأة وكرمها أعظم تكريم وأنزلها المنزلة اللائقة بها، وساوى بينها وبين الرجل في الالتزام بأوامر الدين، فقال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم. كما ساوى بينهما في المعاملات المالية والعقوبات، وفي طلب العلم والندب إليه، وفي كل ما فيه صلاح النفوس والعقول والأبدان. إنها مساومة وتكريم قضى بهما الرحمن ونطق بهما القرآن، وليس بعد بيان الرب العليم الحكيم بيان. ثم إن كل هضم لحق من حقوق النساء أو تنقيص من كرامتهن إنما سببه تقصير في العمل بأحكام الشرع وقلة الاستلهام من هدي الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أوصى بهن خيرا في حجة الوداع وقارنهن بالعطر الطيب وبقدسية الصلاح. ونصوص الكتاب وهدي السنة حافلان بحث الرجل والمرأة على عمارة هذا الكون متآزرين متكاملين. وأول ما نرجع إليه من نصوص قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء.
أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهذه الآية تلفت نظرنا إلى ولاية المؤمنين للمؤمنات وولاية المؤمنات للمؤمنين. وهذه الولاية تعبير عميق عما يفترض أن يكون بين المؤمنين ذكورا وإناثا، أن يكون بين المؤمنين ذكورا وإناثا من تماسك وتعاون وتناصر ومشاركة في القرارات. ولما جعل الإسلام المرأة اللبنة الأولى في تكوين الأسرة والمجتمع، وقد عرض القرآن الكريم لكثير من شؤونها وقضاياها في عدة سور، بل أنزل الله تعالى سورة في القرآن الكريم تسمى سورة النساء، مما يؤكد عناية الإسلام بالمرأة في وقت كان فيه وأد البنات عادة عند بعض القبائل، وفي وقت لم يعرف فيه في أي قطر آخر على وجه الأرض نظام أو تشريع يخول المرأة نصيبا يسيرا من حقها، سواء كانت بنتا أو أما أو زوجا. وهذا كله في وقت كان فيه أهل بعض الحضارات الأخرى يناقشون هل تعتبر المرأة إنسانا أم لا؟ إن الأمة الإسلامية هي أحوج ما تكون إلى جمع أبنائها. أقول إن الأمة الإسلامية هي أحوج ما تكون إلى جميع أبنائها وبناتها، ولا بد في هذا الصدد أن نبين أن عددا من النقائص التي تتهم بها المرأة المسلمة إنما مرجعها إلى العادة لا إلى العبادة، وإلى المجتمع لا إلى الدين وأحكامه. معشر الصالحين، يقر عدد من الخبراء والباحثين بأن الإسلام رفع شأن المرأة ومنحها حقوقا إرثية أحسن مما في كثير من القوانين الوضعية، كما يشهدون على أن مما تميزت به الحضارة الإسلامية اشتهار ونبوء كثير من النساء المسلمات شرقا وغربا في كثير من المجالات. فمنهن على سبيل المثال أمهات المؤمنين خديجة بنت خويلد، وعائشة بنت أبي بكر الصديق، وحفصة بنت عمر رضي الله عنهن، وفي المغرب السيدة الفاضلة فاطمة الفهرية أم البنين، والسيدة مسعودة الوزكيتية، والسيدة زينب النفساوية، والفقيهة العالمة السيدة خناثة بنت بكار المغفرية رحمهن الله جميعا. فاللهم احبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، ووفقنا يا ربنا لطاعتك ورضاك، واهدنا الى طريق الهداه وسبيل الرشاد، امين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله ولي المؤمنين المتقين وناصر عباده العابدين المخلصين،
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، نشير في هذه المناسبة إلى أمرين مهمين لهما علاقة بمكانة المرأة وتكريمها. الأمر الأول أن ما عرفته المرأة في تاريخ المسلمين ولا تزال تعرفه في بعض بلدان الإسلام من جحود لحقوقها أو تنقيص من حريتها وكرامتها لا يرجع قط إلى أحكام الإسلام وقيمه، وإنما يرجع في معظمه إما إلى الجهل بهذه الأحكام والقيم، وإما إلى عادات قبلية مستحكمة مبنية على مدرسة الرجل في ظروف معيشية معينة، وإما إلى المصالح الأنانية والشهوات الفردية. ومن السهل على كل باحث موضوعي أن يتأكد من أن ما ينسب إلى الدين في هذا الموضوع محض افتراء وتستر على الدواعي التي أشرنا إلى بعضها. ولكن ويا للأسف، فإن جهل بعض الرجال وأغراضهم قد جعلت أوضاع المرأة تتردى في أوساط بعض المسلمين، الأمر الذي جعلهم اليوم يتلقون دروس المبرة بالمرأة والإحسان إليها من غيرهم. هذا الغير الذي صارت مواثيقه هي المرجع في حفظ حقوق أقر الإسلام جوهرها منذ أزيد من 14 قرنا. ويكفينا في هذا السياق أن نقرأ قول الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أما الأمر الثاني الذي نريد أن نشير إليه فيتعلق بطبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة في إطار الأسرة من منظور ديننا الحنيف، وهي علاقة المودة والرحمة والمساكنة. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وإذا كانت الأحكام المتعلقة بحالات الحقوق مكرسة ثابتة في الدين، فإن الوصول إلى جوهر هذه العلاقات توقف على التربية، تربية الأمهات وتربية المدارس التي تنفخ في روح الفتيان والفتيات أخلاق العطاء والصبر وإنكار الأنانية. هذا ولنجعل مثل الختام أفضل الصلاة وأزكى السلام على سيد الورى وشفيع الأنام في الموقف العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأطهار، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. واحفظ اللهم مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس كما حفظت به الذكر الحكيم أو بما حفظت به الذكر الحكيم، وانصره نصرا عزيزا تعز به الدين،
وتجمع به كلمة المسلمين. اللهم أقر عين جلالته لولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير جليل مولاي حسن، وشد عرضه بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مجيد مولاي رشيد، واحفظه في كافة أسرته الملكية الشريفة. اللهم أغدق صحائف مغفرتك ورحمتك ورضوانك على الملكين، على الملكين المجاهدين مولانا الحسن الثاني ومولانا محمد الخامس. اللهم أكرم أثواهما وطيب ثرهما واجعلهما في مقعد صدق مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين ووفقهم يا ربنا لما فيه صلاحهم وخيرهم يا رب العالمين، واجعل بلدنا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة.